بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنشكركم على هذه الاستضافه وهذا الشرف لنا نكون معكم في هذه القناه ديالكم. معكم السيد المساور رضوان رئيس جمعيه ركبه للفولكلور والثقافه ولاد ايوب الكعابه جامعه تيزير واقليم زاكوره، وكنتمي حنا للجهه ديال الضرعه تافيلات. هذه الفرقه ديال ولاد ايوب للركبه فهي تقريبا يعني هي في الدوار تاع ولاد ايوب الكعبه اللي تقريبا كتبعد على المنطقه ديال زاكوره بشي 30 كيلومتر، وما كتبعدش بزاف على المنطقه على الطريق الوطني رقم 9، وتقريبا كتبعد على محاميد الغزدان اللي هي منطقه سياحيه ومنطقه زوينه بشي تقريبا 100 كيلومتر. الركبه هذا الموروث هذا عنده تقريبا قديم تقريبا، يعني بحال قلتي حنا هذا الموروث ورثناه عبارة عن جد، يعني بحال قلتي ولا قلتي جيل كي يسلموا الجيل بحال اللي مشعل. الشروط الخاصه اللي باش تكون في الركبه هو انك تكون يعني عندك هذه الهوايه، يعني عندك إلمام بهذا الموروث هذا، يعني باش يكون عندك واحد تكون انت اصلا عندك ميول لهذا الفن الشعبي اللي هو الصراحه فن غني بالاغاني ديالو، غني بالاشعار ديالو، غني بزاف ديال الحوايج. وكاينه حاجه اخرى، الشروط الاخرى انه هو اللي كتبقى في الزي الموحد، والانضباط الى الشروط اللي كتكون يعني بحال انسان كما قلنا الزي كاين المجدول والكميه، وتكون البلغه والرزه، هذا هو الحوايج اللي خص الانسان يكونوا كيتوفروا فيه باش يكون مع هذه الفرقه هذه. هذا بحال هذا الخنجر فهو بحال هو يعني تابع للزي ديال فن الركبه. وهذا كانوا في الناس في القديم، يعني هذا كان في الناس قديم لان الناس كانوا رحاله وكانوا بحال قلتي كانوا كيدافعوا على انفسهم به، وفي حد ذاته هو تزيين كيزينوا به هذا الهندام ديال الفوقيه او الدراعيه، وفي حد ذاته هو دفاع عن النفس. وحنا الحمد لله حنا راه مستعملينه في المحافظه على التراث. و الرقصه ديال الركبه يعني بحال نقولوا كتكون في اعراس، كتكون في يعني في انسان تيكون واحد المحصول ديال 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 مثل الحصاد او شي محصود الناس يعني يفرحوا به او بغى يفرحوا بواحد الاستقبال ديال واحد الضيف، او مثال في كما تنقول الاعراس ديال انسان كي يعني بحال قلتي هو فن ديال يعني بحال ما كانش هو ما تيكونش العرس، يعني بحال تنقولوا العرس خاصو شي حاجه بحال هو الملح ديال الطعم ديال هذا العرس ولا ديال المناسبه. هو طبيعه الاغاني كتكون اغاني اما كتكون كتحدث على يعني المشاعر والاحاسيس اللي كيحس بها الانسان من جهه يعني حب الشيء او مدح او وصف شيء مثل وصف المراه او وصف الحب او وصف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لان بحال تنقول واحد المثل تيقولوا قد الربيع والنوار اللي في القراره صلى الله عليه سيدنا محمد، يعني ذاك الربيع ما تقدرش تحصيه،
يعني حيت الصلاه على النبي يعني حاجه اللي هي كل ما وصفتها ما كتوصفش وما كتقاس بشي حوايج. هذا الشيء اللي تن هو الشيء اللي تيخصك باش تكون في الرقص، انك تكون ناضج ويكونوا فيك شروط ديال الالتزام وديال الاخلاق والانضباط. يعني راه كما كتشوف راه عندنا حنا ناس كبار في السن وناس صغار، ناس طلبه وناس تلاميذ. يعني راه كاين واحد الشخص يعني تلميذ ربما ظروف اللي ما خلاتو يجي، لانه بحال نقول له موهبه، وهو اللي كيعطينا اشعاع لهذه المجموعه هذه. الرساله اللي كنوجه للمسؤول، لاننا هذا المورد الثقافي حنا تنحافظوا عليه وفيه بزاف ديال الاكراهات، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الجهات المسؤوله او وزاره الثقافه بالاحرى دير واحد الالتفاته، لان هذا المورد هذا حنا شادين فيه بسناننا كما كنقولوا، رغم الظروف ورغم عاش بزاف ديال الحوايج ديال الاكراهات وديال التغيرات، لانه بقى صامد. وانا حنا كنعتزوا بهذا الفن ديال الركبه، لانه هو حنا كولاد حياه، كمجموعه ديال ولاد حياه، يعني عندنا لا يعني واحد كما تيقولوا الجر ديالنا حنا يعني معروف، وحنا بقينا في هذاك الجر ديالنا وبقينا في هذاك اللحن ديال الركبه، يعني الحمد لله عطى واحد الصدى. وحنا كنلعبوا المورود الثقافي كثقافه كمورود، ماشي كنلعبوا كفولكلور كذاك المصطلح القدحي، حنا كنلعبوا كمورود يعني ارثنا ابا عن جد، وحنا غادي نحافظوا عليه ان شاء الله من اجل احياء الذاكره التاريخيه ديال الاسلاف والاجداد ديالنا مما عاشوهم معاناه واحزان وافراح والى غير ذلك. كنقول للاخوان للناس المسؤولين اللي كينظموا هذا المرض يتيقوا في هاد الناس هادو، لان الرجوع للاصل اصل، لان هذا موروث. هذا راه بامكان ندير انا كما كنشوفوا حنا التفاهات وتنشوفوا شي حوايج اللي ما لا تمس بصلة الاخلاق ديالنا والمبادئ ديالنا. حنا الحمد لله حنا كناس محترمين، وهذا مورد الثقافي ديالنا اللي يعني تنقول فيه كلام لا يختش الحياة، لان كلام مزيان وموزون، وكنادوا واحد الرساله، ونتمنى من الله يستجبوا لنا لهذا الطلب هذا، ونتمنى من الله من جهات المسؤولين. لا داعي لذكر الاسماء ديالهم، راني معروف كمجلس الجامعي كمجلس الاقليمي وكعمله وكعامل وكناس اللي مسؤولين اللي مؤمنين بهذا التراث هذا. نتمنى من الله الحمد لله تكون بادره هذه الخير، ونتمنى القدوم ديالكم يكون قدوم خير علينا، ومرحبا بكم في داركم. الناس اللي كيسولوا علينا نقول مرحبا بكم، احنا عندنا واحد الصفحه ديالنا، الصفحه ديال جمعيه الركبه للفولكلور والثقافه اولى ديوب، يعني غادي نحاولوا نشتغلوا عليها ونعاودوا نحسنوها وندخلوا فيها شي حويجات اللي نتمنوا من الله توصل كاع الناس اللي ملمين بهذا الموروث هذا. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى، ان احنا جا هذا الوباء اللي اثر بزاف على الصراحه، اللي اثر على الحياه المعيشيه وعلى هذا الفولكلور، هذا الفنون الشعبيه اللي اثر عليها بزاف، لان شفنا بزاف كاين الناس اللي دعموهم والناس اللي هادو، حنا للاسف الشديد ما وصلنا حتى حاجه، والحمد لله حنا ماشي ما دايرينش هذا الموروث هذا كان قوت عيش ولا شي، حنا دايرينو باش هويه والحفاظ عليه ان شاء الله، بحال نبرزوا سميتو المنطقه ديالنا والاشعاع ديالها. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.